سقف المطالب بالنسبة لأنصار الاتحاد كان مرتفعا، الشعب يريد كوب دافريك، وهو ما دفع بمفتاح وزملائه إلى الدخول في هذه المباراة الافتتاحية بقوة، فضيع أول الفرص من كرة ثابتة، ثم بالجلال هو الآخر بعد خمس دقائق من ذلك ضيع فرصة سانحة، ثم رأسيته صدها الحارس المتألق بشدة في هذه المباراة على مرتين مساوي حارس الباك. الاتحاد لعب على الأطراف عن طريق الرائع مزياني الذي سدد هو الآخر في الدقيقة 30، ولكن مساوي في المكان المناسب. وعلى حين غفلة انطلق الدولي ملالي على الجهة اليمنى ووزع على طبا للهداف نعيجي الذي فاجأ الجميع وسجل أول أهداف بارادو هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى. رد عليه بن موسى بتوزيعة ورأسية جميلة من حمزاوي وتصدي أروع من مساوي، ثم ضيع بعد ذلك حمزاوي وبطريقة أخرى في نهاية الشوط درفلو. مع بداية الشوط الثاني الرد كان قاسيا وأجمل، انطلاقا من مفتاح رجل اللقاء وتوزيع لحمزاوي الذي سجل هدف التعادل بطريقة جميلة أفرحت وأراحت أنصار الاتحاد نسبيا. هدف أعاد الاتحاد إلى المباراة، وتصد آخر بعد دقيقتين من الهدف من زيماموشا في الدقيقة 80، هدية من دفاع بارادو، والحارس موسوي يقع في المحظور. ركلة جزاء يعلنها غربال، ينفذها ويسجلها رجل المباراة مفتاح مانحا فوزا مهما وثمينا للاتحاد مع بداية هذا الموسم، فوز أرح به الجميع في الاتحاد، بينما على بارادو عليه التأقلم سريعا مع أجواء الرابطة المحترفة الأولى. بيان سور ماتش صعيب ما تنساوش، بري ماتش سيتو دوميسيل ما تنساوش بارادو ثاني سيدي جان براتيك دو بو فوتبول، هذا كانت شويه علينا بريسيون لازم نربحوا الماتش هذا. الحمد لله بالك يكون خسرنا زيرو ولينا دوزيام ميتو ابري ليكسبيريونس لي جوار، نشكرهم على هذا الاداء. ما تنساش هذا هو بريميير ماتش، كاين بزاف لي جوار تاعنا وين ما لعبوش في لا بريمير ديفيزيون، وين كانت شويه دو بريسيون عليهم باسكو هذا الماتش الاول في الشامبيونان. ما تنساش بون حنا قاولنا لهم ما شاء الله لعبوا ماتش بار ماتش ان شاء الله، وهذا كو لو ديبي ان شاء الله.